قبل قليل كان هنالك تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي وجه بشكل مباشر إلى المستوطنين، والذي قال بأنه الجيش يقوم بعمله بملاحقة أولئك الذين قاموا بهذه العملية، ولكن ليس عليكم أنتم أن تأخذوا القانون بأيديكم، وأن عليكم أن تتركوا هذه المسألة للجيش الإسرائيلي الذي هو الذي يقوم بهذه المهمة، وبأن ما حدث هو شيء فظيع ومؤلم، وبأنه يعني غير مقبول، ولكن يجب أن يكون هنالك هدوء وانسحاب من تلك المنطقة، وأوعظ بإرسال المزيد من الكتاب العسكري. وبالفعل الذي فعلناه بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بإرسال المزيد من الجنود، ولكن يبدو بأن هذه التصريحات لا علاقة لها لغاية الآن بالأمر الواقع، كما نرى بأن اقتحامات المستوطنين ما تزال مستمرة، توافد المستوطنين إلى منطقة حوارة، المعلومات التي عندنا تقول بأنه لا نتحدث فقط عن حوارة أو مستوطنين من اليسار، ولكن هناك تجمعات كبيرة من المستوطنين في مناطق كثيرة في مناطق الضفة الغربية، حيث الاعتداء على الأهالي الفلسطينيين العزل في مناطق الضفة الغربية. هذا كله يحدث في نفس اليوم الذي يجتمع فيه كبار القادة الأمنيين الإسرائيليين والفلسطينيين برعاية أمريكية ومشاركة مصرية وأردنية في العقبة للحديث حول خفض التوتر. وفي نفس هذا اليوم نرى توترا لم نراه منذ سنين طوال، بأن يقوم هذا الكم الهائل من غلاة الاستيطان بالهجوم على بلدة حوارة، مدينة صغيرة في وسط الضفة الغربية التي عمليا الآن تعيش لحظات صعبة جدا، الأهالي الذين أوصدوا بيوتهم، هنالك ناس خائفة جدا، غدا لربما ستكون هنالك نزوح من بلدة حوار، لأن الناس في نهاية المطاف سوف تخاف على نفسها، ولربما هذا الأمر لم يكن أمرا قيد الصدفة، لربما المستوطنين منذ فترة وهم يعدون العدة لمثل هكذا هجوم، لأنه يبدو بأن الأمر ليس جاء صدفة، هناك ترتيبات، هناك قدرة على تحريك سريع للمستوطنين، وهناك حماية للجيش الإسرائيلي كما نستطيع أن نرى في الصور بكل يعني وضوح، يحركون المستوطنين هم معهم. الأمر لا يقتضي أكثر من 10 قنابل غاز لإخلاء بلدة حوارة من المستوطنين، ولكن ذلك لم يحدث لغاية الآن، وهذا هو المستغرب. لماذا الجيش الذي من المفترض أنه يقوم بالسيطرة والسيادة على المناطق المحتلة وحسب القانون الدولي هو المفروض أن يفعل ذلك، يترك الأمر لهذه الميليشيات من المستوطنين المدججين بالأسلحة؟ نعم أولئك المستوطنين معهم أسلحة، وهذه قضية هامة جدا، لا يوجد هنالك قدرة على الفلسطينيين للمواجهة، لأن هنالك يعني استخدام مفرط للقوة من قبل الجيش وأيضا من قبل المستوطنين، وفي عتمة الليل الشبان الذين سوف يحاولون أن يفعلوا شيئا سوف يتم إطلاق الرصاص عليهم بشكل مباشر تحت عنوان الدفاع عن النفس.